تشن الحروب حين تخفق اللغة، لم تعد هذه المقولة صالحة في أيام تبدو فيها الحروب وكأنها الحقيقة الوحيدة، دوامة من الصراعات على المستويات كافة لا تتوقف. هي حروب غير مقيدة، هي حروب تدار عن بعد، كلمات معدودات لوصف جيل جديد من الحروب لم تتكشف جميع إمكانياته بعد، هو الجيل السادس. ما هو الجيل السادس من الحروب وبماذا يختلف عن أجيال الحروب السابقة؟ ما هي أدواته وماذا عن نطاقاته؟ ومن هي الدول المرشحة لتكون فاعلة أساسية فيه؟ وأي أشكال من الصراع قد تشهدها المنطقة والعالم على حد سواء في زمن الجيل السادس؟ ماذا عن الاستعدادات للمواجهة؟ وماذا عن وجوب الشروع في البحث عن أرضية قانونية لازمة تؤطر استخدام التكنولوجيا بما يخدم الإنسانية لا العكس؟ حروب الجيل السادس عنوان حلقة اليوم التي نستضيف فيها جنان الخوري، الأستاذة الجامعية والخبيرة في التشريعات السبرانية في منظمة الأسكا، عادل عبد الصادق مدير المركز العربي لأبحاث الفضاء الإلكتروني والخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية من القاهرة، وأندري أنتيكوف الصحفي والمحلل السياسي من موسكو. أهلا بكم ضيوفنا الكرام. قبل أن نبدأ هذا النقاش نتوقف مع هذا التقرير الافتتاحي، نتابع. مفهوم الجيل السادس من الحروب. حروب الجيل السادس واحدة من التصنيفات الوصفية والموضوعية للحروب المعاصرة التي تملك مفاتيح ووسائل وأساليب استخدامها بعض القوى العالمية. يعتبر أول من صاغ هذا المصطلح الجنرال الروسي فلاديمير سليبيتشينكو، وينطلق هذا النوع من الحروب التي تدار عن بعد من خلال استخدام الأسلحة الذكية. والأسلحة الذكية تشمل أموراً متعددة، منها على سبيل المثال للحصر الصاروخ القابل للتوجيه عن بعد، والقنبلة الذكية المجهزة للتوجيه بالليزر أو نظام إرشاد عبر الأقمار الاصطناعية وجمع المعلومات الاستخبارية، أو باستغلال النظام العالمي لسواتل الملاحة والحروب البيولوجية بأنواعها كافة. تعمل هذه الحروب على تجنيد كامل لشبكة الإنترنت، وتخلق عصابات مهمتها الاحتيال وسرقة الهويات وممارسة العمليات الإجرامية. ويشمل ذلك كل ما هو معني بالحرب، سواء أكان أسلحة أو إمكانيات أو أفراد، بداية من الأسلحة النووية التكتيكية إلى إدارة الصراع الاقتصادي والمعلوماتي إلى استهداف الأفراد أنفسهم عن بعد. توصف بأنها مختلفة عن سائر أنواع الحروب السابقة، متحدية الشكل التقليدي للقواعد التي تحكمها في الأشكال والأزمنة والآثار، أي أن الدول تحارب من خلال نظم وليس من خلال جيوش. ويبقى السؤال، هل أصبحنا في الجيل السادس؟ يختلف المحللون الاستراتيجيون والعسكريون نظراً إلى اختلاف المعايير العسكرية والتكتيكية والمفاهيم النظرية التي يستخدمونها في التعريف أو التحليل. مع ذلك يمكن التمييز بين 5 أو 6 أجيال من الحروب. بعد هذا التقرير سأبدأ معك سيد عادل عبد الصادق، وسأبدأ بتذكير سريع بأجيال الحروب. الجيل الأول كان بين جيوش نظامية على أرض محددة، الجيل الثاني بين جيش نظامي وقوى ثورية أو ما يعرف بحرب العصابات، الجيل الثالث هي الحروب الاستباقية أو ما يعرف بالردع بالشك، الجيل الرابع هي الحروب اللامتماثلة، الجيل الخامس هي حروب احتلال العقول لا الأرض، مع كل ما يتطلب ذلك من استخدامات لتقنيات عالية من إرهاب إلكتروني إلى حرب سيبرانية إلى إثارة الشعوب. الجيل السادس ما هو؟ شكرا جزيلا على الدعوة الكريمة وضيوفك الكرام. أهلا بك. أعتقد أن الجيل السادس هو تطور طبيعي لحالة التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم الآن، ومن جهة أخرى هو انعكاس لحالة الصراع بين القوى الكبرى في النظام الدولي التي تحاول الاستحواذ على مقدرات علمية وتكنولوجية يتم تطبيقها بشكل أسلحة لتكون أداة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية ذات الطبيعة العسكرية وغير العسكرية. فالجيل السادس من الحروب هو ببساطة شديدة يعني أن العدو أو الخصم يقوم بما يحقق أهدافه بدون أن يراه الطرف الآخر. وللمفارقة أن هذه الفكرة
أطلقها حتى سان زو مؤلف فن الحرب في القرن السادس قبل الميلاد. يعني وده بينعكس أن الفكرة ليست جديدة، ولكن الجديد هو حالة التطبيق لتلك الفكرة، خاصة مع حالة التطور التكنولوجي والاعتماد التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم الآن. فالجيل السادس هو مرحلة من مراحل التطور العلمي في استراتيجيات الحرب، وأيضا أنه يحاول أن يركز على استخدام أسلحة ذكية تقوم بعمل الجيوش التقليدية بشكل يبعدها عن الفاعل الأساسي. فالعنصر الأساسي الموجود في هذه الحرب هو عدم وجود فاعل واضح مثل جيش محدد أو جهة محددة. هناك نظم هي التي تحاول أن تحرك وتحقق أهداف من يحرك هذه الأنظمة ومن يصممها من الخلف. وأعتقد أن الجيل السادس أيضا يتميز في الأهمية الاستراتيجية عن غيره من الأجيال، فخاصة هو يقترب للغاية من الجيل الخامس للحروب، من حيث أنه يوفر ميزة استراتيجية من خلال انخفاض تكلفة العمليات العسكرية أو المعنوية أو التي تشن من قبل الطرف الذي يحركها. أيضا أنها أيضا تحاول أن تتجنب التنديد الدولي، بمعنى أنه عندما يتم عمل عسكري ما بدون أن يكون هناك فاعل محدد أو يعلن مسؤولياته عن هذا العمل، فإنه يتهرب من المسؤولية من قبل القانون الدولي الذي حاول من قبل أن ينظم الاستخدامات العسكرية. وفي الحقيقة أيضا أن الجيل السادس للحروب هو يحاول الفاعلين يحاولون أن يتهربوا من المسؤولية، لأن العنصر الأساسي في المسؤولية القانونية من قبل القانون الدولي هو إعلان المسؤولية عن الحدث أو عن الهجوم، وهو ما يعطي في الواقع السيد عادل عبد الصادق. سوف نفكك أكثر أيضا يعني هذا المصطلح مع باقي ضيوفنا، وأيضا أن نتحدث عن الجانب القانوني ولكن في آخر هذا الحلقة. ولكن ما قلته حتى الآن هو يعني جد مهم، هي عمليات نوعية ذكية. اسمح لي أن أتوجه إلى سيدة جينان الأخوري. بروفيسور أمريكي يدعى ماكس مانورينج كان من أوائل من تحدث عن الجيل الخامس في محاضرة علنية، معرفا إياها بأنها حرب بالإكراه تهدف إلى إفشال الدولة وزعزعة استقرارها لفرض أمر واقع جديد يراعي المصالح الأمريكية بالتحديد. هذا النوع من الحروب لديه استراتيجية بعيدة المدى. هل يمكن أن يكون الجيل السادس هو امتداد طبيعي للجيل الخامس وبالتالي هناك تقاطعات كثيرة؟ نعم، أولا مساء الخير لكم وللمشاهدين وللضيوف الكرام. نعم، هناك العديد من أوجه الشبه ستكون بين حرب الجيل الخامس وبين حرب الجيل السادس، واسمح لي أن أقول لك وحرب الجيل السابع التي بدأت في طور التبلور الجيل السابع. الأوجه الشبه المتعددة نبدأ بأنها أولا كما تفضل الزميل هي حرب عن بعد ستدار بأسلحة ذكية وستأتي بنتائج ذكية. المستهدف هو نظم معلوماتية وأنظمة لمعلومات جدا حساسة، أنظمة جدا حساسة يعني ستستهدف الدولة وكيانها ومؤسساتها وأركانها. ستستهدف ليس معلوماتنا الشخصية على صعيد الفرد، لا وبس كبرايفسي، لا ستستهدف البيج داتا، ستستهدف الحوسبة السحابية، ستستهدف مؤسسات حساسة. وعندما نقول بمؤسسات ذات معلومات حساسة أي نعني المؤسسات الأمنية والعسكرية والمالية والأنظمة المصرفية، وهذا كله ما يسمى بالبنية التحتية الرقمية لأي دولة، لأنه اليوم الدول لم تعد على بنية تحتية إنما على البنية التحتية الرقمية. وستستهدف أيضا المنشآت الحيوية ولا سيما أنظمة الاتصالات. فلنعلم نحن أن جيل السادس أركانه الأساسية هي أنظمة الاتصالات وأنظمة المعلومات. هناك من يضع الكرة الأرضية أمامه كما نضع نحن هذه الأوراق هنا على الطاولة، ويشتغل على النظام الاتصالي على الصعيد الدولي وعلى النظام المعلوماتي على الصعيد الدولي، ويتجول بهم كما يتجول الصاروخ في سماء أي دولة. أتوجه إليك سيد أندري من موسكو. في الجيل الخامس لاحظنا غياب مراكز الثقل، يعني بحيث أن الحروب لم تعد فقط تقتصر على كيانات أو دول بمؤسساتها. هل هذا الأمر أيضا ينسحب على الجيل السادس برأيك؟
يعني بصراحة، يعني أولا هناك يجب أن نحدد المصطلحات. يعني البعض يتحدث كما تفضلت الملامح للجيل الخامس، البعض في روسيا يتحدث عن الجيل الخامس هو الحرب النووية الشاملة بين الدول التي تمتلك الأسلحة الأسلحة. ولكن الآن نحن ربما بشكل أو بآخر ننتقل إلى الجيل السادس، ويعني يجب أن نحدد الأهداف والأساليب لمثل هذه الحروب. الأهداف واضح أنها ليست حصول على الأرض أو الأراضي للدولة الأخرى، ليست الحصول على الموارد الغاز أو النفط أو غير من الموارد، ولكن الهدف الرئيسي هو إسقاط السلطات في الدولة الثالثة. يعني فهذا، والآن نحن ننتقل إلى الأساليب. الأساليب هي التالية، يعني هناك نعم كما تفضلتم في تقريركم هناك الأسلحة الذكية، ولكن الأمر لا يقتصر بالأسلحة الذكية فقط. نحن بحاجة إلى تبادل أو يعني إقامة الشبكة واسع نطاق، شبكة التبادل المعلومات بين مختلف الأنواع الأسلحة. يعني نحن بحاجة أولا، الشرط الرئيسي للجيل السادس هو يعني وجود الأقمار الاصطناعية، النظام الأقمار الاصطناعية الواسع، لكي يمكن لدولة أن تحصل على المعلومات من الكرة الأرضية كما تفضلت ضيفك في الاستوديو. هذا شيء صحيح، والمهم هنا أن يتم تبادل المعلومات بين تلك الأقمار الصناعية وبين الضبابات، بين الطائرات، بين السفن الحربية وغيرها. هذا هو الشرط الرئيسي، تبادل المعلومات، يعني ويعني حصول على تلك المعلومات. يعني الكل يجب أن يمتلك على المعلومات حول تواجد الأهداف التي يجب أن يتم ضربها وغيرها من المعلومات، هو الشرط الرئيسي. فلذلك نعم، وإضافة إلى ذلك نحن نشاهد صحيح، ومن بين الأساليب الأسلحة الذكية، الصواريخ الجوال التي قد تستهدف المواقع في الدولة. ولكن هذا الأمر لا أيضا لا يقتصر الأمر فقط بالأسلحة وبالأقمار الاصطناعية. هناك أيضا يعني هناك ضرورة في أيضا إجراء الحروب الإعلامية. يعني أنا قرأت قبل هذا الهواء المعلومات التي تلفت النظر بشكل قوي. مثلا الولايات المتحدة الأمريكية عندما أجرت الحرب في العراق في عام 2003 قد دمرت تقريبا من 10% إلى 20% من الطائرات والدبابات والمدرعات العراقية. ولكن في نهاية المطاف أمريكا نجحت في هذه الحرب وأسقطت السلطات برئاسة صدام حسين فقط بسبب أن يعني الجيش العراقي شعرت بهذه الهزيمة. يعني نعم، تتحدث ربما هنا عن المعنويات أكثر، وعن ربما تداخل العناصر والعوامل في هذه الأنواع من الحروب أو هذه الأجيال من الحروب. وربما هنا يعني من كلامك لاحظنا التداخل بين الجيل الخامس والجيل السادس، حيث أن هناك أكثر من ساحة في الواقع. طب اسمح لي سيد أندريا أن أتوجه إلى سيد عادل عبد الصادق من جديد. أكثر من موقع بحثي عسكري أرجع إرهاصات الجيل السادس في الواقع إلى عمليتين، الأولى خلال عملية قصف إسرائيل للمفاعل في العراق عام 81، الثانية أيضا حينما تمت يعني قامت إسرائيل أيضا بقصف مفاعل في دير الزور في سوريا عام 2007. الأولى عملية أوبرا والثانية هي عملية البستان. كان هناك نوع من الخداع من خلال الوقت والفضاء. اليوم ما هي أسلحة الجيل السادس بالتحديد؟ في الحقيقة أن أسلحة الجيل السادس من الحروب تتنوع بتنوع التكنولوجيا المستخدمة، بتنوع الأهداف المبتغاة من تحقيق الأهداف حسب كل سلاح. كما تفضل الزملاء هناك عدد كبير من الأسلحة، هناك صواريخ عابرة ذاتية الدفع، وهناك استخدام أو توظيف الأقمار الصناعية في العمليات العسكرية على الأرض، أو حتى تطور جديد حصل يتعلق بأن هناك أسلحة فضائية يتم استخدامها من الفضاء إلى الفضاء وليس فقط من الفضاء إلى الأرض أو من الأرض إلى الفضاء. هناك أيضا أسلحة أيضا تتعلق بتوظيف المعطيات في الطبيعة
لتحقيق أغراض عسكرية أو تحقيق أهداف معنوية تخدم أهداف من يحرك مثل هذه الأسلحة، مثل غاز الكوموتريل أو التغير المناخي أو صحيح. حتى إحداث أعاصير وكوارث طبيعية مثل الزلازل. ولعلي هنا أشير أيضا أن حتى هناك جرى بعض التقارير التي تحدثت عن تسونامي الذي حدث منذ سنوات قليلة في جنوب شرق آسيا، فهناك بعض التقارير أشارت إلى أن بعض التجارب النووية التي تمت في أعماق المحيط هي التي تسببت في إحداث هذه الزلزال العميقة في مياه المحيط، والتي عملت مثل هذه الظاهرة الكبيرة التي أغرقت جزء كبير من دول جنوب شرق آسيا. أعتقد أيضا هناك أيضا أسلحة تتعلق بتوظيف الفضاء السبراني، عمليات الفضاء السبراني من خلال اختراق الشعوب، اختراق المعطيات، اختراق الموارد الرقمية للمواطنين، من أجل أن يكون هؤلاء المواطنين أو هؤلاء الفاعلين داخل مجتمعاتهم أداة فاعلة لتحقيق أهداف من يحركهم بدون حتى دراية أو حتى ما يشعروا أنهم يحققون أهداف من يحركهم بدون أن يكون في الصورة. هناك أيضا أسلحة أيضا تتنوع فيما يتعلق بالاستخبارات، كما نشهد أن العمل الاستخباراتي حدث تطور كبير جدا لشكل يحدث ثورة في مجال العمل الاستخباراتي. فكان عمل الاستخبارات قديما يتركز بشكل تقليدي، وكان هناك نقص في المعلومات، وكان هناك نقص في التجنيد، بينما وفر الفضاء السبراني آلاف وملايين من المستخدمين يمكن أن يكونوا هدفا لتجنيد من قبل أجهزة الاستخبارات الدولية، وأيضا معلومات هائلة كانت تنفق أجهزة الاستخبارات الدولية ملايين من الدولارات للحصول عليها، بينما أصبح الآن الشبكات الاجتماعية على سبيل المثال بها كم هائل من المعلومات الذي يوفر لمثل تلك الأجهزة المعلوماتية معلومات عن الداخل يمكن توظيفها في تحريك هذا الداخل على نحو يخدم أهداف الدول المعادية لهذه الدول أو هذه الثقافة أو هذه الحضارات. أعتقد أيضا أن الإشكالية هنا أيضا تتعلق بأن التطور نظم التجسس الرقمي، خاصة عندما نعلم أن المشروعات التجسس العالمي هي مشروعات قديمة بدأت منذ مشروع إشلون، ثم مشروع العيون الخمس، ثم مشروع العيون التسع، ثم أخيرا مشروع العيون الـ14 التي تهدف إلى التجسس على ملايين من المستخدمين وعلى الاتصالات السلكية واللاسلكية، والتي كشف عنها حتى إدوارد سنودن في عام 2013 صحيح. وكشف عن هذا التجسس الضخم الذي تقوم به أجهزة الاستخبارات الأمريكية. ولعلي هنا أشير إلى أن الصراع الآن يتعلق حتى بين الصين وأمريكا حول الهيمنة السبرانية، ماذا نعم. الذي سيكون له بالنسبة للدول الفاعلة؟ نعم، أعتذر عن المقاطعة سيدة عادل عبد الصادق، ولكن بالنسبة للدول الفاعلة سوف نأتي عليها تباعا، يعني من اليوم يعني يريد أن يتحكم في العالم. ولكن أيضا أثرت يعني أكثر من نقطة مهمة بالنسبة للأسلحة، كما قلت السلاح يعني الجيوفيزيائي، كما قلت بالنسبة للزلازل وكل ما يتعلق بالمناخ. هناك أيضا السلاح الكهرومغناطيسي والأسلحة الفرط الصوتية، هي أيضا تندرج ربما تحت الجيل السادس. لكن سوف أسألك سيدة جنان عن نوع آخر من السلاح، قرصنة الجسم، وليس القرصنة البيولوجية لما لها من فوائد على الجسم. قرصنة الجسم بمعنى يعني زرع أدوات داخل الجسم أو حتى ارتدائها، يعني يكثر الحديث بأنها قد تكون أيضا يعني من ضمن الأدوات، أدوات التعقب وأيضا يعني المراقبة والحصول على المعلومات. إلى أي حد يمكن أن تكون جزء من أسلحة الجيل السادس، خصوصا مع الحديث عن تكاثر الفيروسات في المقبل من الأعوام؟ نعم، بالإضافة إلى الأسلحة التي ذكرها الزميل والمصر، هناك كما تفضلت جيل جديد أو نوع جديد من الحرب، وهي سيتشارك به الجيل السادس والجيل السابع، وهو الزرع الشريحة داخل العقل الإنساني. لقد انتقلت البشرية من احتلال الأرض إلى احتلال عقل الإنسان، وعندما يحتل عقل الإنسان المحتل يتكفل بالباقي. المستهدف هنا هو هذه المنطقة الدماغية الصغيرة الموجودة عندنا، هي التي تستهدف عبر زرع شريحة دماغية صغيرة. إذا بدنا نحكي بهيك أمور بالتفاصيل، فعلا أنا مفتكر نحن محلنا بالسينما عم نحضر فيلم ساينس فيكسيون، يعني مش نحن عم نحكي شيء. يعني أنا جاي وعم أقول كيف بدي بسط الأمور، لأنه هي أمور كتير علمية وسيبرانية وتكنولوجية، المشاهدين يعني يفهموا نحن شو عم نحكي. يعني وقت
أنا بقول أنه كيف بده يستهدف العقل البشري؟ نعم سيتم هناك مثل شريحة ذكية لا تتعدى المليمتر، يعني قد حبة الرز ستزرع داخل العقل البشري، وسيتحكم بهذا البشر فيه ممكن فيه وبعائلته بالمجتمع الأشدي من إلا، يعني هذا يسمى سلاح الصوت الصامت، يعني هو سيفعل كل شيء لكنه احتلال ناعم، بالإضافة إلى العدد من إلى هذه العدد من إرهاصات هذا النوع من احتلال من خلال ما سمعناه ربما عن زراعة شرائح لمعالجة أو يعني تعقب فيروس كورونا. فيروس كورونا اليوم طبقا للتحليل يلي بعد هي ما انتهت هذه الظاهرة تنقيمها بشكل كامل، لكن هي قد تكون إحدى مظاهر هذا الحرب الجيل السادس، لكن وخاصة أنها بين عملاقين اقتصاديين كبار يحولون المنافسة الاقتصادية إلى حرب تجارية. كانت المنافسة 2019 الحرب، اليوم نحن نعيشها، ونعرف أن 2020 هي عام الأزمات في كل العالم وليس فقط في لبنان، وربما سنأتي إلى 2021 وهي ستبين لنا بوادر نتائج هذه الحرب بين العملاقين الاقتصاديين، وهذا دليل أن الاقتصاد والأطماع الاقتصادية هي خلف الحروب، وهذه دول أبدلت الحرب العسكرية اليوم بالحرب الاقتصادية، الاستعمار السياسي بالاستعمار الاقتصادي، العقوبة العسكرية بالعقوبة الأمنية، حشد القوات العسكرية بحشد الأنظمة المعلوماتية بهذا الموضوع. لكن اليوم ما فينا إلا ما نعترف أنه بدأت وسيلة كل هذه الأمور هي هذا ما نتكلم عنه، النظم الاقتصادية. لكن ما توصل إليه اليوم الجيل السادس، وتنعطي أسلحة الجيل السادس حقها بالكلام، هي أكثر من هذا الأمور، أكثر من هذه الأسلحة الذكية. يعني أنا وأتبلغ لك أن هناك خمس أسلحة اليوم أكثر ما يتصف فيهم الجيل السادس. هو أولا منظومة الجن الفضائي، وتقول منظومة الجن الفضائي يعني كاني عم بحكي برجع بقول عن عالم لقد خرجت هيدي العالم الخيالي اليوم لأرض الواقع، لأنه اليوم هناك من يستطيع أن ينشر في الفضاء حوالي نصف مليون قمر صناعي. صحيح. بذات إمدادات بعيدة عن الإمدادات الأرضية المعينة، وهذا سيكون له انعكاسات جدا سلبية. لما؟ لأنه سيتحكم هو والسلاح الكاميترال ويبنز، يعني السلاح الكاميترال بالعربي exactly. هذه أسلحة تتخطى طبقة الأوزون، تتخطى طبقة الأوزون والغلاف الجوي، وتستطيع أن تؤثر على التركيبات الفضائية التي نعيشها، على البيوديفرسيتية اللي نحن بنقدر نعيشه، ثم تنعكس على منطقة معينة. يعني أنا عندي منطقة معينة بدل ما كنت استهدفها بالصواريخ والدفاع وبعت علي أساطيل حربية، لا اليوم استهدفها بهذا السلاح، لأن هذا السلاح بيقدر أنه يسبب التصحر الجفاف أو العكس الزلازل أو الفيضانات وما يؤدي له من جوع وفقر. صحيح. وهذا نوع من الأسلحة. هناك أيضا سلاح الشعاع الأزرق، يعني سلاح الشعاع الأزرق هناك من لديه القدرة البتروكيميائية والقدرة الفضائية والتكنولوجية إلى أن نحن كبشر بنقشع كأنه في على الأرض مثل رواد الفضاء عم بيمشوا، هي ليست سوى انعكاسات ضوئية على الأرض. على 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 الأرض أيضا لها مفاعلها. هناك أيضا أسلحة القتل النظيف كمان، هي عبارة عن مركبات بتروكيميائية أيضا تشتغل على طبقة الأوزون والغلاف الجوي، وتسبب على الأرض زلازل، فيضانات أو ثلج بشكل يعني كتير كبير، أو أنهار أو فيضانات. هذه هي أسلحة الجيل السادس، ليست يعني إذا قلنا أسلحة ذكية مستقبل قاتم يعني الجيل السادس بكل ما في للأسف الكلمة. لأنه عقل البشر يتطور، إنما لم تتطور الإنسانية بمقابله. ونحن العالم لأنوني كمان مقصرين، طبعا نحط بس الحق على غيرنا. أتوجه إليك سيد أندري أنتيكوف من روسيا، ماذا عن تكنولوجيا النانو التي يقول بعض المستقبليين بأنه يتم الاستثمار فيها بالمليارات، تحديدا في تطوير أسلحة عسكرية تعتمد على الناتو كمثال قنابل نووية جد صغيرة، أو حتى أيضا روبوتات قاتلة يعني على أشكال حشرات. في هذا الإطار يقول لويس ديل مونتيو فيزيائي ومستقبلي ومؤلف كتاب الأسلحة النانونية تهديد متزايد للإنسانية، إن روبوتات النانو هي مصدر القلق الحقيقي بشأن القضاء على البشرية. ما هو تعليقك؟ يعني هذا موقف صحيح جدا، ونحن نشاهد تطوير الأسلحة، وكما ذكرت في السابق الأمر الآن لا يقتصر بالأسلحة الذكية فقط. نعم نحن نشاهد بأن يعني يمكن أن يتم استهداف المواقع عن بعد
آلاف الكيلومترات، وهذا ما شاهدناه بصراحة في حتى في سوريا، يعني روسيا استعملت مثل تلك الصواريخ. ولكن نحن أيضا نرى بأن يتم تطوير الأسلحة المختلفة تماما، وأنا الآن أتحدث عن تطوير التكنولوجيا في استعمال الدبابات دون السائق أو الدبابات المسيرة، أيضا الطائرات المسيرة. من يعلم، ربما هناك التكنولوجيات ستسمح لنا أن نشاهد التطوير الدبابات أو يعني المدرعات صغيرة جدا التي صحيح. قد طبعا مسيرة ودون يعني السائق، التي ستساهم في هزيمة الدولة المعادية. هذا ربما أمر وارد، ولكن برأيي الشخصي الآن الأمر يقتصر بإقامة النظام ذو المعلومات، أي النظام أو الشبكة، حيث يتم تبادل المعلومات بين مختلف الأنواع الأسلحة، بين الدبابات والطائرات، بين الطائرات والسفن، بين السفن والدبابات، وحتى الجيش الأرضي عن طريق الأقمار الاصطناعية. ويعني إذن المهم هنا إقامة شبكة المعلومات التي تسمح لأي أي جيش، أي دبابة، أي سفينة، أي طائرة أن تعلم أين توجد الهدف المستهدف. فيمكن استهداف هذا الهدف بصاروخ الذكي، صاروخ الجوال، حتى عن بعد آلاف الكيلومترات. هذه هي النقطة المهمة لا. جدا. وأيضا لو سمحت، أيضا ما يلفت النظر، لنتصور مثلا الحرب بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، الدولتان التي تمتلكان على الأسلحة النووية، ولكن لنتصور أن مثلا روسيا تستعمل الأسلحة الذكية، صاروخ الذكي ضد الولايات المتحدة الأمريكية. السؤال يطرح نفسه، هل ستلجأ في نهاية أو يعني روسيا تستعمل عدة الصواريخ الذكية ضد الولايات المتحدة الأمريكية وتدمر كثير من المواقع الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية؟ وسؤال يطرح نفسه، هل ستلجأ أمريكا أو القيادة الأمريكية إلى استخدام الأسلحة النووية؟ برأيي الشخصي لا يوجد الجواب واضح على هذا السؤال، بسبب أن في ضوء هذه الظروف المسؤولية الكبيرة جدا تقع على القيادة الأمريكية، والكل يدرك تماما بأن استعمال الأسلحة النووية سيؤدي إلى تدمير الكرة الأرضية ولكل الدول في العالم. من جديد نحن نعود إلى الأهداف للحروب جيل السادس، والهدف الرئيسي هو إسقاط السلطات، ليس احتلال، ليس يعني حصول على الموارد النفطية أو الغاز، ليس حصول على الأراضي لدولة المعادية، بل إسقاط الدولة، إسقاط السلطات. إسقاط الدولة، ليس إسقاط الدولة بهدف المصالح يعني الاقتصادية؟ لماذا يتم إسقاط السلطات والدولة؟ يعني أنا أقصد إسقاط السلطات. يمكن أن يتم تدمير المواقع الاقتصادية مهمة جدا، مثل المصانع التي تصنع الأسلحة أو المصانع الحيوية بالنسبة للاقتصاد الدولة، ولكن الهدف الرئيسي يرجع إلى إسقاط السلطات، يعني إخضاع هذه الدولة تحت قرار الدولة المعادية. هذا هو الأمر. نعم، يعني وضحت. هذا شيء. نعم، وضحت الصورة سيد أندري. ضيوفنا ابقوا معنا لو سمحتم، سوف نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نستأنف النقاش. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأجدد الترحيب بضيوفنا سيدة جنان الخوري، الأستاذة الجامعية في الجامعة اللبنانية والخبيرة في التشريعات السبرانية في منظمة الأسكوا، عادل عبد الصادق مدير المركز العربي لأبحاث الفضاء الإلكتروني والخبير أيضا بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، معنا من موسكو، معنا من القاهرة، أهلا بك من جديد. وأيضا أندري أنتيكوف الصحفي والمحلل السياسي من موسكو. وأيضا يعني أبدأ معك من جديد سيد أندري،
روسيا هي كانت من أوائل الدول التي نظرت يعني لهذا المصطلح الجديد. قال فلاديمير سليبتشينكو إن الحروب التقليدية قد عفى عليها الزمن، وأن كل الحروب بعد ذلك ستدار بأنظمة ذكية وستحصد نتائج ذكية أيضا. هل هذا يعني بأن هذا الجيل من الحروب سوف تدير دفتها فقط الدول التي تملك التكنولوجيا العالية المستوى وتملك أيضا سبل تطويرها؟ بصراحة أنا لا أعتقد ذلك، يعني ربما هو الجواب غير المتوقع، ولكن يعني لنتصور مثلا بأن الدولة التي حقيقة قد شكلت الجيش وفقا للجيل وفقا للحرب للجيل السادس، لنتصور ان هذه الدوله تقود الحرب في افغانستان او ضد افغانستان، هل ستنجح هذه الدوله؟ انا لا اعتقد ذلك، يعني هذا ما شاهدناه في الايام الاتحاد السوفيتي وايضا الولايات المتحده الامريكيه، هل نجحتا هاتين الدولتين؟ لا، انا لا اعتقد ذلك، يعني فلذلك يعني ربما من الأساليب المواجهة مثل تلك الحروب هو نظام البارتيزاني الذي يسمح للدولة أن تصمد. فلذلك يعني الحرب للجيل السادس هو ليس المفتاح، ليس الطريق المباشر للانتصار، يعني هناك أساليب لمواجهة مثل هذه القدرات للدولة. ولكن نعم، في نفس الوقت نعم، من يمتلك على مثل هذه الشبكات، من يمتلك على مثل هذه الأسلحة الذكية وقد تمكن من تشكيل هذه الشبكة تبادل المعلومات، يعني هو طبعا ستنجح في الحرب ضد دولة يعني التي لا تمتلك على مثل هذه الأسلحة. وربما انطلاقا من الجزئية الأخيرة التي ذكرتها، أتوجه إلى سيد عادل عبد الصادق. برأيك سيد عادل، هل يمكن أن تطال حروب الجيل السادس دولا لا تزال تعيش يعني أجيال الحروب الثالثة والرابعة، إن كنا نقول بأنها تعتمد أو يعتمد هذا الجيل بشكل محدد على شبكات الاتصالات وعلى نظم معلوماتية؟ في الحقيقة يجب أن نحدد عدد من النقاط. أول أمر هو يتعلق بأن الجيل السادس أو أسلحة الجيل السادس لن تستخدم بمفردها في أي حرب مستقبلية، حتى على الأقل على المستوى القريب، لأن واقع الحال يشير إلى أن التجارب السابقة عكست هو استخدام أو اعتماد أسلوب الحرب الهجينة، بمعنى هو توظيف كل أنماط الأسلحة للقيام بعمل عسكري او تحقيق اهداف استراتيجيه للدوله المعتديه او في اطراف الصراع. النقطه الثانيه تتعلق بان هناك فجوه كبيره جدا للغايه بين الدول المتقدمه التي تستثمر اموال طائله في هذه الاسلحه والتي انتقلت من المعامل والمختبرات الى التطبيق العسكري، ولعلي هنا اشير الى ان التطور التكنولوجي عمل على تحول كبير في المدة الزمنية بين أن يكون الفكرة في المعمل وبين أن يتم تطبيقها بأسرع وقت، ومن ثم أصبحنا أمام أجيال متعددة وأسلحة متعددة يمكن أن تطلع أو تخرج من المعامل لتطبيقها ويتم ممارستها على الميدان. النقطة الثالثة تتعلق بأن هناك فجوة كبيرة بين الدول النامية على سبيل المثال والدول المتقدمة، ولكن هذا لا يعني أن الدول النامية لن تتعرض لحروب الجيل السادس، خاصة عندما نعلم أن الدول النامية لديها ضعف وفجوة معلوماتية وانكشاف معلوماتي خطير يضعها تحت رقبة الدول العظمى التي تتصارع على مصالحها في هذه المنطقة، على سبيل المثال المنطقة العربية. فهذه الدول الكبرى لديها الأقمار الصناعية، لديها التكنولوجيا في مجال الطائرات بدون طيار، وعلى هنا أشير إلى أن التطور الخطير المتعلق في الطائرات بدون طيار على وجه التحديد يتعلق بانتقال مركز التحكم والسيطرة لهذه الطائرات من الأرض إلى الفضاء، بمعنى أن يكون هناك قمر صناعي يحرك أو يقود الطائرات بدون طيار على الأرض لتقوم بعمل عسكري. وعلى هنا أشير إلى أن عملية اغتيال العالم النووي في إيران هو مثال على عملية التوالف أو التأليف بين استخدام كل أجيال الحروب لتحقيق هدف محدد للدول المعتدية. أعتقد أيضا أن الدول النامية أمام موقف يهدد أمنها،
ومن ثم يحتم عليها أهمية أن تكون لديها قدرة على المواجهة لمثل هذه الحروب التي تحاول أن ليس فقط أن تؤثر على بنيتها التحتية والمعلوماتية، ولكن تؤثر على عقول المواطنين. فأعتقد أن من ضمن أيضا أهداف السيد عادل عبد الصادق عن سبل المواجهة بالنسبة للدول العربية، سوف أعود إليك بهذا السؤال، هو سؤال مهم بلا شك. سيدة جنان، يعني أتى قليلا سيد عادل عبد الصادق على مسألة الدول النامية، سوف أسأل تحديدا عن الدول العربية، هل ستبقى يعني بين ثنائية إما المتفرج وإما الضحية؟ لكن لغاية اليوم ما فينا ننكر أن الدول العربية اليوم هي قد تكون مسرح لحروب الجيل السادس، لكن المؤسف هي مسرح لكل الأجيال في لكل الأجيال، لكن لأنه حلقتنا هي الجيل السادس، خلينا نقول اليوم الدول العربية هي مسرح لارتكاب بعض أوجه هذه الحروب الجيل السادس. لكن نحن ربما ما يميز هذه الحرب عن الحرب الغيرة أن لا تثير ضجة الرأي العام والإعلام والمنظمات الدولية، هي حرب كما قلنا هي حرب ناعمة خفية باطنية سرية، حتى من ترتكب عليه قد لا يعترف بها. لما؟ لأنه هذا اعتراف بخرق شبكته المعلوماتية وأنظمتها هنا المعلوماتية. الأخطر ربما، وهذا هو الأخطر، لأنه العديد من الدول العربية تم خرق أنظمتها وأنظمة منشآت حيوية لها، لكن لم تعترف، لأنه كما قلنا هذا دليل تقصير. أنا أقول اليوم على الدول العربية أن تخرج من تمويل الأسلحة التقليدية واللي عم تخدم فيها أحيانا الشركات العسكرية الأسلحة الضخمة الغربية، وأن تنتقل إلى أولا لحماية نفسها كدولة كمؤسسات، لأنه مثل ما قلنا أنه الجيل السادس أكثر ما يهز الدولة وأركانها وكيانها، يعني أولا المحافظة على حالها على نفسها، ثانيا المحافظة على شعوبها، وثالثا البدء بالاستثمار بالتكنولوجيا ولا سيما تكنولوجيا المراقبة والرصد، لأنه وأيضا المراكز البحثية اللي كتير مهمة. هل سيسمح لها؟ لما لا يسمح لها؟ يعني أنا هذا اللي بدي أقول. هلأ حتما كما تفضل الزميل من مصر برجع بقول انه من يدير دفة العالم اليوم ومن يقود العالم هو من سيملك هذا اخر منتجات ومفرزات التطور التكنولوجي. وقت عم نحكي عن الجيل السادس ما فينا نفصله عن المسار اللي اجى قبله، يعني الجيل الرابع والخامس والاي او تي يعني انترنت الاشياء والاي او اي، والاهم من كل هذا الذكاء الاصطناعي والروبوتات. يعني اليوم انت عندك ذكاء اصطناعي، عندك ناس عندك دول بلشت تفرز روبوتات، يعني بدها تبعتها هي على الحرب، مش هتبعت جيوشها الانسانيه والعسكريه، وخاصه هيدي حروب قد تكلف قليل وعدم خسائر بشرية وعدم تكلفة مادية كبيرة، لكنها تسبب بخسائر مادية وبشرية مخيفة. يعني في أكثر ما عم نقول أنه قدرنا كبشر نعمل زلزال مثل ما كانت الطبيعة تعمل، وبدنا نقدر نعمل فيضانات وأعاصير، يعني هذا قمة ما وصل له. أكيد الدول العربية اليوم أمامها تحدي، وأنا كثير بدعي وكثير حتى يعني حضرتك مثل ما قلتي أنا خبيرة بمنظمة الإسكوا، يعني إجمالا بنشرف على كل الدول العربية قوانين الدول العربية، يعني نحن بعدنا بالدول العربية أنجأ حاطين قوانين للجيل الأول والثاني، جريمة معلوماتية من هون وسرقة واحتيال ومدري شو، هولي ماشي يعني هولي البدء الجيل الأول من التكنولوجيا. يعني وسأسألك ما الذي يلزمنا من قوانين ربما لتأطير التكنولوجيا في ختام هذه الحلقة سيدة جنان؟ سيد أندري، يعني فعليا اليوم هل نحن أمام يعني زيادة الهوى بين العالم الأول والعالم الثالث، بين الدول القوية والغنية وأيضا الدول الضعيفة؟ يعني هو سؤال جيد جدا، وأنا أعتقد أن يجب أن نتخلص من هذا السيناريو. يعني وتخلص من هذا السيناريو هو يأتي في مجال السياسي، ليس بالمصادفة روسيا تتحدث دائما عن ضرورة إقامة عالم متعدد الأقطاب، يعني حيث توجد هناك المنظمات الإقليمية والتي تتعاون مع بعض البعض ويتم احترام المصالح المتبادلة بين الدول، ويكون هناك تخلي عن فكرة قطب الواحد وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، التي وفقا للقرار الأمريكي نحن نشاهد بأن أمريكا تتخذ القرار حول يعني إزالة النظام أو السلطة في الدولة أم بقاء هذه السلطة في الدولة، هذا أمر غير المقبول. فلذلك أنا أعتقد أن الخروج أو
المفتاح من هذا السيناريو المأساوي والخطير جدا بين فرق ما بين دول العالم الأول ودول العالم الثاني هو في تحالفات بين دول. يعني مثلا نحن نشاهد سوريا تعرضت لل أو كان من المفترض أن تتعرض للهجمات، يعني كان هناك الانتشار الإرهاب، ولكن نتيجة التحالف مع روسيا كان هناك الانتصار على الإرهاب، ولم تسمح روسيا أن تقوم أي دولة بالمواجهة مع سوريا بالتدخل في سوريا، برغم من ليبيا مثلا حيث يعني ليبيا بشكل أو بآخر فشلت في إقامة التحالف مع أي دولة القوية، فنحن نعلم السيناريو لهذه الدولة وما الذي يحدث في هذه الدولة. فلذلك الأمر يرجع نعم إلى يعني ضرورة بناء التكنولوجيات في دول العربية وليس دول العربية فقط، يعني بل أيضا هناك ضرورة في الدبلوماسية المختبرة والدبلوماسية المتطورة التي ستسمح لدولة ما أن تقوم بالتحالف مع الدولة القوية، وهي الدولة ستقوم بحماية هذه الدولة. في الواقع يعني سوريا تعرضت يعني للهجمات، وجاءت يعني روسيا كعنصر مساعد إلى جانب الحلفاء الباقين. أتوجه إليك سيد عادل عبد الصادق، كنت قد بدأت ب يعني جزئية المواجهة، كيف يمكن للدول العربية أن تتم يعني أن يتم فيها احتواء الارتدادات السلبية لحروب الجيل السادس من برأيك؟ في الحقيقة دعني بداية أن أؤكد على أن زيادة العسكرة التي يشهدها المجتمع الدولي الآن من قبل القوى العظمى لم يدفع ثمنها فقط الدول الضعيفة، بل دفع ثمنها أيضا الدول الكبرى بدليل فيروس كورونا. مع زيادة الاستثمارات في المجال العسكري آتت على حجم الإنفاق على مجال الصحة على سبيل المثال، ومن ثم دفع الثمن ليس فقط المواطنين الأبرياء في دول العالم المختلفة، ولكن أيضا منظومة الأمن الشامل التي ترتبط ببعضها البعض. فالأمن العالمي يرتبط بالأمن الإقليمي بتطبيقه على المنطقة العربية. أعتقد أيضا أن الدول العربية يجب أن تتجه كما تفضلت الزميلة إلى تبني استراتيجيات وطنية للتوطين التكنولوجي، بمعنى أننا لا نستطيع أن نؤمن بنيتنا المعلوماتية التكنولوجية إلا إذا كان لدينا القدرة العلمية والتكنولوجية على تصنيع هذه المنتجات، سواء كانت هاردوير، معدات أو حتى برمجيات. أعتقد أيضا أن عامل أساسي جدا مهم جدا هو يتعلق بفكرة الولاء والانتماء لدى الشباب. نحن نعلم جميعا أن المنطقة العربية لديها في هيكلها السكاني نسبة كبيرة من الشباب. هؤلاء الشباب هم ثروة قومية إذا ما تم توظيفها في وإدماجها في الثورة التكنولوجية والثورة الصناعية الرابعة، وهم في الحقيقة مناط لاصطيادهم من الشركات العالمية الكبرى التي تحاول أن تجذب هؤلاء المهرة وهؤلاء المبتكرين وهؤلاء المخترعين من الدول العربية إلى الانضمام للشركات التكنولوجية والهجرة إلى خارج البلدان، ومن ثم هذا نمط آخر من نمط نزيف العقول الذي تفقده الدول العربية نتيجة هجرة هؤلاء إلى الخارج. أعتقد أيضا أنه في هناك بعد أيضا مهم يتعلق بالقانون الدولي. نحن نشهد أن هذه الأسلحة تطورت للغاية بدون رقيب ولا حسيب، نتيجة لعدة أبعاد تتعلق بأن القانون الدولي والاتفاقيات المتعلقة بالحد من التسلح عاجزة عن التعامل مع هذه الأسلحة الحديثة. وللأسف الشديد هناك على مستوى الدول الكبرى، هناك حتى أمريكا انسحبت من اتفاقيات الحد، بعض الاتفاقيات الحد من التسلح، وروسيا تحاول الدفع بهذا الأمر. أعتقد أن نحن بحاجة إلى إعادة الاعتبار للقانون الدولي وإلى أن يواكب القانون التطور التكنولوجي. نحن نشهد تسارع هائل في التكنولوجيا ومهدداتها ومخاطرها، وبينما القانون يحاول أن يلحقها بدون أن يكون هناك دعم دولي في هذا الشأن من خلال تقنين الاستخدام لهذه الاستخدامات، خاصة عندما نعلم أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال واستخدام الدرونز والطائرات بدون طيار واستخدام الروبوتات العسكرية، هذه أشياء والإنترنت الأشياء وغيرها من التكنولوجيا الباغزة في المجتمع الدولي، هذه تحتاج إلى آليات قانونية لضبطها وحوكمتها من أجل أن يعم الاستقرار ليس فقط في منطقتنا بل في العالم ككل. أعتقد أيضا أن التنمية الاقتصادية في
منطقتنا مهمة للغاية. نحن إذا كان لدينا تعليم جيد، إذا كان لدينا مؤسسات إعلامية قوية تحاول أن تشجع على حرية الرأي والتعبير وعلى الإبداع والابتكار، هذا يعزز من فرص أن يكون هناك مبتكرين وهناك مبدعين وهناك شباب قادر على صنع مستقبله وخدمة مجتمعه الذي يعيش فيه. أعتقد أن الدول العربية أمامها فرصة كما تفضلت الزميلة مع الجهود التي تمت في إطار تبني استراتيجيات الذكاء الاصطناعي، استراتيجيات التحول الرقمي. نحن في منطقتنا لدينا فرصة بالفعل في دعم هذا التوجه من أجل أن نكون على الأقل مستقلين في توجهاتنا العالمية وليس مجرد مسرح. برأيك سيد عادل عبد الصادق، يعني أي دولة هي الأقرب إلى هذا المستوى من مواكبة العصر؟ أعتقد أن الدول التي تقدمت خاصة دول الخليج العربية التي أنفقت كثيرا على فكرة التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، نحن الآن نشهد نمط جديد من أنماط جيل الحروب السادسة، وهي تتعلق بتطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخدام الخوارزميات في القيام بهجمات على البنية التحتية المعلوماتية. فكلما كان لدينا تطور تكنولوجي، لدينا وعي بأهمية الاستثمار في الأمن السيبراني وفي المرونة الرقمية وفي الأمن الشامل التي يرتبط ببعضه، كلما كان لدينا. فالدول التي حققت خطوات مهمة هي للأسف في فجوة كبيرة في الدول العربية بين دول الخليج العربية وباقي الدول، وفي دول متوسطة التقدم، وهناك دول فقيرة في التحول الرقمي وفي التبني التكنولوجي. فهناك مصر تقريبا اين هي؟ تحتاج نعم مصر تقريبا اين هي؟ اعتقد مصر يعني حققت خطوات هائله فيما يتعلق بالتحول الرقمي، وتم تبني مشروع مصر الرقميه وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتبني حتى جامعات متخصصه في تطبيقات الذكاء الاصطناعي واطلاق برامج لاكتشاف الموهوبين والمبتكرين والمخترعين واعاده تاهيل حتى الخريجين من الجامعات لان يكونوا لديهم مهارات تتواكب مع متطلبات السوق الرقمي الذي يشهد تحدي كبير وفرص ايضا لمجتمعاتنا للاستحواذ على التقدم والنمو الاقتصادي. ساختم معك سيده جنان الخوري، كما قلنا يعني التكنولوجيا هي سيف ذو حدين، الم يحن الوقت يعني الاقرار بقوانين تجريميه لعدم الذهاب بهذه التكنولوجيا بما لا يخدم الانسانيه؟ أكيد. لكن البشرية من بعد 1945 بعد الحرب العالمية الثانية، نحن بدأنا بنظام عالم جديد، وكان إحدى ركائزه الأساسية هو القانون الدولي، القانون الدولي العام الذي انبثق عنه القانون الدولي الجزائي، وما شاهدناه من محاكم دولية ثم محاكم مختصة وكل هذه الأمور. اليوم البشرية أمام نظام آخر، لذلك نحن بحاجة إلى ترسانة تشريعية دولية هي من ستضبط هذه الأسلحة ومن تقول ما يجوز استعماله وما لا يجوز استعماله. وهون بده يكون في دور كثير كبير لتعديل القانون الدولي لحقوق الانسان، يعني شو لنا حق نستعمله كسلاح لو قدرنا عليه كبشريا وصلنا له مثل النووي وكذا، لو قدرنا كبشريا وتكنولوجيا صنعناه وصار بين ايدينا، بس هل يجوز لنا استعماله ولا لا بهذا الموضوع؟ دونك هذه امور على المجتمع الدولي وبالطبع ممثلا اليوم الامم المتحده وفي اروقتها عليها ان تعد اليوم جمله من الاتفاقيات والدوليه وتلزم الدول بها، واكثر من سيكون لمصلحته هذه الاتفاقيات هي الدول العربية والدول الفقيرة والدول النامية، لأن إجمالا الدول القوية والذي تملك هذا السلاح بالعكس هي مش لمصلحة تكون هذه الاتفاقيات لأنه بدها تقيدها. بقى نحن كدول عربية من مصلحتنا أن نساهم أن نطالب بهذه الأمور. هذا ما بيغني أن يكون في استراتيجيات إقليمية ومنا استراتيجية عربية لمنطقتنا، منطقة الشرق الأوسط بكل هذه الأمور. دول الشرق الأوسط اليوم أو الدول العربية بالأحرى اليوم هي مصنفة ثلاث دول، إما دول عندها استراتيجية سيبرانية، دول نص، ودول ما عندها شيء بهذا للاسف يعني بهذا الامور. دونك وهذا كنا عم نحكي على جيل اول وثاني، ماذا اليوم بهذه الحروب؟ وبرجع بقول من سيهدد بهذه الحروب هي سياده الدوله والدوله بحد ذاتها، لذلك على الدول ان تستفيد ان تستثمر في العقل الشباب العربي. اليوم الازمات العربيه عم بتاثر كثير على العقول وعلى العقول الشابه، وعم بتخليهم يفلوا على الدول الغربيه ويستفيدوا هن منهم اكثر ما منا نحن، وخاصه اخر هالسنوات. هيدي كثير مهمه على الدول ان تكسب ولاء مواطنين يكونوا بدعموها، لانه فرد واحد اليوم، شخص واحد
ممكن يهدد دولة، يمكن أن يحدث فرقا أيضا في ممكن دولته، أن يهدد دولة ويحدث فرقا. نعم، أيضا لأنه اليوم العدو للدولة ما عاد العدوه، لا صار ممكن يكون بقلب الدولة، لأنه من أحدى استراتيجيات ولا مهام الجيل السادس تقليب المجتمع على الدولة على السلطة، دعم منظمات إرهابية إلكترونية، لأن اليوم منظمة إرهابية إلكترونية ممكن تهز أكبر دولة أو أكبر اليوم ما عادت الدولة القوية مثل التعريف المالى. هلا اليوم نحن طلعنا منه، نحن اليوم الأقوى تكنولوجيا هي التي ستنا، وبالتبع على كل دولة عربية ومنه لبنان وكل الدول أن يعدوا ترساني، مش قانون، ترساني تشريعية كاملة متكاملة على أمل أن يتم الالتزام بهذه القوانين. هناك قوانين ولا يتم الالتزام بها للأسف على صعيد الدول الكبرى. شكرا جزيلا لك سيدة جنان الخوري، الأستاذة الجامعية في جامعة اللبنانية والخبيرة في التشريعات السبرانية في منظمة الأسكوا، شكرا لك. وأيضا شكرا موصول لك سيدة عادل عبد الله صادق مدير المركز العربي لأبحاث الفضاء الإلكتروني والخبير أيضا بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، كنت معنا من القاهرة. وأيضا لك سيد أندري أنتيكوف الصحفي والمحلل السياسي، كنت معنا من موسكو. شكرا لكم ضيوفنا الكرام، وشكرا الأكبر لكم مشاهدينا، إلى اللقاء.